خبز بالثوم المشوي والزبدة. الوصفة دي علشان نعملها عايزين الآتي: خبز باجيت أو أي نوع عيش بتحبوه، عايزين راس ثوم، زبدة والزبدة بحرارة الغرفة، جبنة بارميجان، زعتر أخضر، طماطم تشيري، وعايزين زيت زيتون. الوصفة من الوصفات السهلة قوي. هنعمل ايه؟ عندنا هنا الثوم، الثوم بتاعنا هقول لكم عملنا فيه ايه حالا، بس خليني البس جلافز. اخدنا الثوم اللي عندنا وقطعنا راسه كده، واخدناه لفيناه بفويل وحطيناه في الفرن. حطيناه في الفرن على درجة حرارة تقريبا 200، قعد تقريبا يعني 45 دقيقة، وده كان شكله بعد ما طلع من الفرن. تمام. طيب عندنا هنا الزبدة، الزبدة بحرارة الغرفة هناخدها، بس خليني أتأكد إنها لأ، نحطه كده بس هنا علشان تطرى شوية لأنها جامدة. طيب حاضر، هنطلع أهو. والعيش اللي هنستعمله هو العيش الباجيت اللي هو ده اهو. تمام. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الزبده اللي عندنا، بس الزبده جامده قوي، مش قوي يعني، جامده شويه. هناخد الثوم، بصوا هنعمل فيه ايه، هناخد الثوم اللي عندنا وهنطلع، بصوا هنطلع الثوم اللي عندنا كله بالشكل ده من بيته، نطلعه كله كده لان ده هنخلطه بالزبدة. اخدنا بقى كده دلوقتي واحدة اهي، هنحطه كله هنا خلاص، مفضلش حاجة فيه، مفضلش خلاص. ادي التوم اللي عندنا كله بتاع التومة، لا هنا في شوية اهي، ناخدها خلاص كده احنا تمام. هناخد الزبدة نحطها كده هنا ونبتدي نخلطهم مع بعض، يعني اهي طرية الزبدة، هنبتدي بس نخلطهم مع بعض مع شوية ملح، شوية ملح صغننين كده، نخلطهم. عايزين بقى تحطوا اي حاجة على الزبدة بتقدروا تحطوها، بشر ليمون، عايزين تحطوا بابريكا، عايزين تحطوا اعشاب ايطالية، اي حاجة. احنا كده الزبدة عندنا تمام، هنحط عليها شوية من الزعتر اللي عندنا، هنحط عليها شوية من الجبنة البارميجان اللي عندنا، وهنخلط الكلام ده كله مع بعضه، فبقى عندنا زبدة منكهة. تمام. بنجيب بقى طاسة نحطها كده هنا، هنجيب بس نقطة نقطة من زيت الزيتون وهنحطها هنا نقطة، شفتوا؟ ناخد العيش بتاعنا، ناخد السكينة اللي هنقطع بيها العيش، نقطعه بقى بالسمك اللي احنا عايزينه، بيتهيألي ده كده كويس. خلاص كفايه دول كده. دلوقتي الزيت سخن، بس هاخد العيش اللي عندي اخلي بس كده ايه يتحمر شويه وشه مع زيت الزيتون اللي عندنا، بس كده تحميصه خفيفه. خلاص
خلاص هناخد بقى دلوقتي العيش بتاعنا. خلينا بس كده نعمل ايه، واحدة صغننة، وهنحط عليه من الزبدة. شوفوا هنحط عليه من الشاري توماتو، هنحط رشة زعتر وهناكله.